ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج العقرب وتوقعات الاسبوع الاخير لشهر اكتوبر لعام 2020. برج العقرب احنا عندنا الاسبوع الاخير هو الاسبوع الكويس بالنسبه لنا، الاسبوع السعيد. طبعا بما ان الاسبوع الاخير ده هيكون فيه اعياد ميلادنا، احب ان انا اقول يعني لو كنت قلت اول واحده ليكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم سعداء، كل سنه واصحاب برج العقرب. وهفضل بقى يعني من اول عيد ميلادكم اهو من قبل كمان لحد اخر يوم في عيد ميلادنا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين في اي موضوع يخص اصحاب برج العقرب، واعمل لكم مواضيع كتير جدا جدا تخصكم خلال الفتره دي. عامه التوقعات الاسبوع الاخير بالنسبه لنا هو فتره رائعه جدا جدا، وقلت لكم ده في التوقعات الشهريه ان احنا هيكون عندنا الاسبوع الاخير فيه ايجابيه وفي فرص قويه، الحظ هيدعمنا جدا، هيكون احنا كمان عايزين ندعم نفسنا، لينا هدف قوي، لينا وضوح رؤيه، يعني عندنا رؤية واضحة لبعض الأمور، بالتالي هنكون عندنا حتة إن احنا بناخد خطوات سليمة، فعندنا فكر متميز. برج العقرب عندنا خلال الأسبوع الأخير من خلال الوضع المهني أنت عندك انتقالات شوية. معنى الكلام على فكرة ان برضو في خلال الاسبوع الاخير في صعوبات شوية، ولكن مع حبة النصايح كده اللي هقولها برضو، يعني نخلي بالنا مع النصايح اللي انا لسه كنت عاملها قريب، برضو ده مهم كتير. برج العقرب من اول الاشياء اللي موجودة عندنا كوضع مهني، ان عندك كوضع مهني حاول انك تكون مهتم بعملك اكتر، عندك انك عايز توصل لهدف، توصل لحاجة، بس في ثغرات صغيرة يمكن انت مش عارف تسدها ازاي، او مش في التفاصيل الدقيقة انت مش مركز معاها شوية، انت بتهتم بالكبيرة، بالاشياء الكبيرة، بالاشياء الضخمة، بالاشياء اللي هي الظاهرية. ولكن احذر جدا جدا، لان احنا الاشياء الظاهرية دي ممكن تكون معبية حاجات صغيرة كده، لو احنا وقعنا فيها احنا كده ضيعنا الدنيا وطينا الدنيا. عندك موضوع حلو جدا جدا، ولكن ممكن بنسبة معينة اللي يضيع الموضوع ده او اللي يضيع الفرصة دي هي حاجة صغيرة جدا، هي ثغرة صغيرة جدا، او يعني فسوة كده، حاجة كده احنا مش واخدين بالنا منها، قلنا دي حاجة صغيرة تتلم بسرعة، ولا حاجة صغيرة مش عارفة، فلازم نخلي بالنا كتير جدا جدا ما نستهونش باي حاجة. ده في الوضع المهني. برج العقرب عندك موضوع السفر مسيطر عليك اكتر، انك عايز تسافر، عايز تنطلق، عايز ان انت تبتدي حياة جديدة. بالفعل اساسا برج العقرب انت عندك بداية حياة جديدة، عايز تبتدي شيء جديد. يمكن عندك مصاب شوية ببعض مش عايز اقول الاكتئاب، بس الزعل كده على نفسك انك ضيعت وقت، انك انت لسه فاكر الماضي، انك مش قادر تنسى حاجة معينة، انك بتحاول انك تسعى بس مش عارف الخطوات الاساسية تكون عاملة ازاي، فبتحاول ان انت تظبط حالك، بتضغط على نفسك. فاذا عندنا اسبوع ضاغط على نفسيتنا، لان احنا عايزين نخرج من الحالات دي شوية. عندك في فرحة منتظرة، الفرحة دي لها علاقة بظهور الماضي، بلقاء قوي، بحاجة بمثابة هدية عيد ميلادك، بس هدية ممكن تكون مش شيء ملموس لكن شيء محسوس اكتر، فعندك ده جدا جدا يا برج العقرب. برج العقرب عايز اقول نصيحة معينة، خليني ان انا اقولها في البداية كده عشان خاطر الناس اللي ما بتكملش الفيديو دي، مع ان ببقى عايزة في نصايح كتير كده بنطورها في قلب الفيديو. عامة النصيحة دي ليها علاقة بحتة ان خلي بالك من الناس اللي هي بتاكلك بالكلام، خاصة مع حبيب، الحبيب ده كل ما يدخل في الجد يحاول يلاقي مليون سكة للخروج من حالة الجد، بحتة التعشيم، بحتة انه بيعشمك بيه، بحتة ان يعني يأثر فيك، ان هو يكون جذبك قوي قوي. خلي بالك كتير، فكر بعقلانية، بطل تفكر بقلب قلبك وعاطفتك، لان قلبك وعاطفتك ده هيأخر منك وقت، هيضيعك جدا، هيخليك ان انت تنتظر 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 لحد ما تلاقي ان الشخص ده بيقولك سلام دلوقتي عشان انا داخل على مرحلة ارتباط حقيقية. خلي بالك ما تكونش عجلة استبن، يعني حقيقي، يعني ليه؟ لان في شخص ممكن يكون هو حطك في دماغه بالمظهر ده، فخلي بالكم كتير جدا من النقطة دي. طيب برج العقرب كمان في نقطة تانية مهمة جدا جدا، احنا عندنا الوضع المهني قلنا، وعندك انك بتدور على سفر، وسفر للعمل،
عندك كمان رحلة تنزه، عندك خروج من بلدتك، من محافظتك، من مكانك، أو انتقال من مكان لمكان، ليه حضور حفلة، شيء مهم جدا هيضيف لنفسيتك، هيسعدك، هتحس إن أنت خرجت باور أو خرجت طاقة يعني معينة، أو شحنت نفسك بطاقة إيجابية. فعندك ده. برج العقرب عندنا كمان شيء تاني مهم، عندك شوية زعل مش مع شريك حياتك وبس، لا عندك زعل ممكن يكون مع حد من الأهل أو حد من الأصدقاء، شيء أنت ما كنتش تتوقع أنه يكون بالسلبية دي أو بالضغط النفسي ده، ولكن زعل شوية، زعل شوية وهيخرج الحالة دي هتخرج. طيب من الحاجات الإيجابية إن عندنا الوضع المادي رغم بعض التعثرات أو الضيق شوية في أمورنا الحياتية، إلا إن الوضع المادي هيكون عندنا حالة الاستقرار. عندك من الناس اللي بيحبوك كتير جدا، يمكن أنت بتحب حد معين ولكن اللي بيحبوك كتير، وده هيضيف في نفسيتك، هيخليك تعيد قراراتك وتعيد دماغك تاني في الشخص اللي هو معلقك، بالشخص اللي انت متعلق بيه مثلا بالماضي. فعندك ده جدا. عندك اهتمامك بنفسك هيضيف ليك ان هيكون عندك معجبين كتير. برج العقرب عندك موضوع مسمع، موضوع مسمع ده يعني ايه؟ يعني عندك موضوع الناس هتتكلم عليه كتير، الناس هتتكلم في حقك كتير، سواء إيجابية أو سلبية، فالعيون علينا بشكل قوي. برج العقرب على فكرة احنا عندنا برضو طاقة الحسد موجودة خلال الأسبوع الأخير، لأن عندك في تغيير، في تغيير في حياتك بالفعل، أنت عندك تغيير أو أنت عندك تغيير يا برج العقرب من قبل للأسبوع الأخير. الأسبوع الأخير ده احنا بنتبلور من جديد، بنتغير، بنتشكل بطريقة معينة، تكتيك دماغنا بقى مختلف، تفكيرنا بقى مختلف، نظام حياتنا بقى مختلف، عندك كل حاجة مختلفة، وده هيبني لك شخصية جديدة، الشخصية دي قوية، شخصية متميزة، شخصية ناجحة جدا جدا. برج العقرب هيكون عندك بالنسبة أو بالنسبة لأمورك الحياتية، احنا اتكلمنا على الوضع العاطفي، بالنسبة للي مش مرتبطين، بالنسبة للمنفصلين، بالنسبة للناس المرتبطين بقى هيكون عندنا أجواء عاطفية حلوة، عندنا بداية تحسين للأحوال العاطفية. يعني كان عندك بعض الخلافات شوية برج العقرب مع بعض الأبراج، زي مثلا الحوت من الأبراج المائية أو الدلو، يعني في بعض الأبراج كده اللي كان فيهم خلافات شوية، لا الدنيا هتبدأ تتحسن معانا. برج العقرب كمان في شيء تاني مهم جدا جدا، الأمور الاجتماعية أو الأمور الحياتية بالنسبة لنا. الأمور الاجتماعية عندك أشخاص هم طمعانين فيك، هم شايفين إن في مصلحة، في مصلحة معاك، فإذا احنا عايزين المصلحة دي. خلي بالك كتير جدا جدا من الناس اللي بتتعامل معاك بمصلحة انك انت تكون هتتعامل معاهم بحتة الانتقام، لا تتعامل معاهم بحتة السخرية، يعني ابتعد عنهم وتجاهلهم افضل كتير ليك. برج العقرب عندك في بيع او شراء خلال الفترة دي، عندك في اهتمام بنفسك، عندك في تحسين في الاحوال العاطفية، عندك في تحسين في الاحوال العائلية، العائلية جدا جدا، فده هيضيف لنفسيتك إيجابية. عندك كمان في فرصة لعمل، يعني في لو انت عايز تقدم على انترفيو في فرصة لعمل ليك، في فرصة لشغل، لتوظيف لمكان جديد او لمكان جديد هيتصل بيك، بس اهم حاجة نخلي بالنا من بقى تليفوناتنا، شبكة، رسائل، الحاجات دي كلها، عشان خاطر ان هيكون في اتصال لانك قبلت في عمل معين او مكان معين. هو حاجات كتير، بس هو اسبوع ايجابي مع بعض شوية النصايح اللي انا اتكلمت عنها او دققت فيها شوية صغيرين. برج العقرب حاولوا على قد ما تقدروا تكونوا متفائلين، تكونوا ايجابيين، نبتعد عن الاكتئاب، نبتعد عن السلبية. انا بشكركم كتير جدا جدا، يا ريت نكون واثقين في ربنا واثقين في نفسنا ان احنا اقوياء جدا جدا. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.